سعيدة. رجع الكرز ورجعنا على حمانا للسنة الثانية على التوالي. لاجين على حمانا لنعلن انطلاق موسم الصيف مع هالكرزات وهالطبيعة الجميلة والخلابة وهالمناسبة الرائعة يلي بيتجمعوا حواليها. يعني السنة الماضية كان في حوالي 20,000 شخص وصلوا على هيدي المناسبة ليتعلموا ويتفرجوا ويشوفوا هالضيعة الجميلة واحد ويكتسبوا كتير معلومات مهمة عن الكرز. عشرات من الحلويات يلي بتنعمل من الكرز رح نتعرف أنا وياكم عليها ضمن هاليوم الجميل جداً يلي راح عليكم هالسنة، ولكن يلي ما زار هالسنة أو السنة الماضية بدعيكم زين الجاي مثل هذا الوقت أكيد تكونوا فيه. خليكم معنا حلقة تاخد العقل. كمان هيدي السنة بداية حلقتنا من تلال حمانا، حد هالكرزات الحلوين وبجنينة جميل يلي كمان السنة الماضية كنا موجودين فيها. وبدي أذكركم بسوزان أبو خالد يلي كانت ضيفتنا وهيك أخذنا شوية معلومات حلوة عن كرزاتكم الحلوين يلي اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله هالسنة، يعني عنقيد من الكرز. الحمد لله. خليني بلش سوزان بسؤال. السنة الماضية حكينا عن الظروف المناخية بوقتها، هالسنة الظروف أصعب أظن وغريبة كتير، هل أثر هذا الموضوع على الكرز؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم للسنة الثانية على التوالي. بالنسبة للطقس السنة مثل ما قلت كان أصعب من سنة الماضية، يعني شهر نيسان وأيار كل أنواع الطقس يلي ممكن تشوفها بلبنان من هوا لشوب لسقعة لبرد لشتي كله أجا. نحن جربنا السنة أنه نحمي شوي الكرز أكتر، حطينا فيليه وغطينا الشجر. غطيته شجر السنة. جربنا لأنه بدي أقول لك أنا يعني ما في ولا حبة الحمد لله مضروبة أو فيها نقطة ولا صح شيء. صح. وبعدين بالمعاملة يلي بتتلي هيدا يعني بس يصير الطقس منيح بنرجع كمان بالمعاملة تبع الكرز كمان نعتني فيه شوي زيادة كالسيوم وهيك تيكون. شو أبرز الشغلات يعني شو بتسقوا مثلا ماي بتحطوا له فيتامين؟ الكرز كل ما هو مزهر وعقد وفي أحمر ما بينحط له ولا نقطة مي. هلا إذا شتت هيدا صار شيء تاني، بس لما بيخلص الكرز بيصير كل 15 يوم بينسقى مرة تيحافظ على نضارته على خضار الورق تبعه وبيرجع بعدين بالشتاء بيتشحل وبيتقسم. شوفوا مشاهدينا إذا الشباب شوفوا عنقود عنقود حرفياً عنقود من الكرز. اوكي فينا نقول هلا مستوي 100% ولا شوي يعني هو كان مثل ما قلت لك سنة الماضي كان بيحمل بعد شوي بياخذوا حبه منيحه هلا بيسود بعد او بيغمق اكثر. صح. هلا هو في انواع بتصير سودا في انواع لا يعني الماكسيموم تبعها بيصير على بوردو. في عنا الموشح، في عنا بيقولوا له قلب الطير او نابوليون، في عنا جورجيا هيدا بيتميز بحبه كبيره وجامده وبتهدي اكثر على الشجر من غير انواع. في عنا الفرعوني، في عنا نوار دو ميشاد، في عنا التلياني. التلياني هو فوج بيطلع اول شيء بيرجع جمعتين بتجي الافواج الباقيه. بيستوي قبل غيره ونحن مثل ما بتعرف من نقطفه ومنصنع منه منتوجاتنا يعني لنكون جاهزين هلأ بس نستقبل العالم. صح. وهلأ رح نخبركم طبعا مشاهدينا شو في شغلات، يعني كل سنة عم يكون في ابتكارات، حتى سوزان عم تقلي في ابتكار جديد عاملينه بالكرز، بدنا نشوف هلأ مع سوزان بس بالسوق تحت. صح. شو في شغلات جديد عم تنعمها على الكرز؟ بدك تضيفينا كرزة ولا خلاص هيك عم ناشف؟ لا 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 هيدا نحن معروفين انه اللي بيجي لعنا بياكل اكثر ما بيقطف وبياخد معه. تفضل. يا سوزان سؤال، كيلو الكرز هلأ كبداية موسم فرجيني لشوف إذا بعدك تعرف تقطف. لا حتزعل كيف علمتك أنا سنة الماضية كيف من فوق ومن برون. صح. أيوة خزقتها شوية بس أنه صحيح. شوفوا اسم الله اسم الله شوفوا هلأ هاي بتلاقيها شوي حامضة. خلينا ننقل نشوف نحن جينا أين أول شيء هون على الرواق أنا وسوزان لنا نحكي معكم ننقل شوفوا الناس قدي مهضوم النشاط بهيدا اليوم. خليكم معنا. شغلة كتير مهمة اكتشفتها هيدي السنة مش السنة الماضية، إنه يوم الكرز هو منه شيء جديد وعمره كم سنة،
بمعنى. هو عمره من الستينات والسبعينات. أنطوان بومتري الدكتور بالجامعة اللبنانية والقايد السياحي لحمانة والمناطق المجاورة، يلي عنده كل التفاصيل، يلي فاجأني بكم خبرية رائعة. بيناتهم مثلا كان في ملكة جمال الكرز، قلت لي صح؟ كان ينعمل يعني من ضمن نشاطات وزارة السياحة كان انتخاب ملكة جمال الكرز، وكان ينعمل مهرجان كبير بوقتها وينتخبوا أجمل صبية العلاقة بهيدي الفترة بمهرجان الكرز. صحيح، هيدي نحن عم نقول نحن بالستينات. نعم. بمنتصف الستينات أو الستينات، خبرنا شوية تفاصيل أكثر وقتها. بوقتها كانوا ينعمل معرض كبير للكرز، العالم تبيع الكرز، وصولاً كانوا يزينوا سيارات بألوان بتنوع ألوان الكرز، يزينوا يعملوا لوحات فنية للسيارات، وينتخبوا كمان أجمل سيارة وأجمل لوحة فنية بحبوب الكرز. أنطوان لفتني أنه زراعة الكرز جديد، يعني حتى عم شوف مش بس الكرز هيدا النصب الجديد. ايه صح، النصب الجديد عم شوف كمان، عم شوفه أكتر، فالكرز كأنه عم ينمى، عم تنمى ترجع خبريته. ايه لك، في كتير عالم عم يرجعوا يستصلحوا أراضيهم، وفي تشجيع من جهات وجمعيات للعالم ترجع تزرع كرز ويرجع هيدا الصيت يقوى ويقوى، لأن كل عمره معروفة من الأشياء اللي معروفة فيها حمانة هي الكرز. سو في تشجيع للمزارعين يزرعوا ينصبوا يرجعوا ينصبوا أراضيهم ويشتغلوا، يكون في عندهم محصول، وحتى عم بيتابعون كيف يهتموا بالشجرة، كيف يحسنوا نوعية الإنتاج، نروح أكثر على المنتج الطبيعي. وفي شغل كمان حالياً كذا جهة تصنع من الكرز صابون، صوصات باربيكيو صوص، مربيات. عم نشوفه هلا رح نكمل تنطول السيزن او المنتوج من الكرز، ما يكون بس قطف من الشجر او فواكه. طيب صحح لي اذا انا غلطان، الكرز بلش اول حزيران تقريبا لنص تموز، اخر نوع من الكرز بيطلع قالوا لي من اول تموز بهالفتره، ونسبيا مرتبط بالطقس. اذا اجى كثير شوب معقوله يستوي اسرع، واذا كان الطقس شوي برود ما بتنطبخ الحبه سريعا، بتضين لها بس مش اكثر من جمعه او 10 ايام. موسم الكرز هو من المواسم يلي يعتبر فترته قصيرة. دي بتعيش شجرة الكرز إذا تم الاهتمام فيها، معقولة يعني يقطع 50-60 سنة، حتى معقول نلاقي بعض الأشجار اللي أعمارها أكتر من هيك. بس نسبياً في أنواع عم تضاين بين 15-20 سنة، عم يطار المزارع يغيرها. هلأ بالتقنيات الجديدة والمهندسين الزراعيين اللي عم بيتابعوا المزارعين، عم بتطول عمره أكتر للكرز، تيكون عم بيطلع منتج منها أكتر. سؤال أخير بليز، عن حمانة، عن السياحة بحمانة، عم تنشط مع الوقت؟ كتير أشخاص عم يستثمروا بحمانة من أولاد الضيعة، وحمانة بتتميز إنها وسطية. على 1200 متر متوسط ارتفاع، قريبة من بيروت، قريبة من البقاع، الشوف والمتن كله قراب لإلها، وكل العالم قادر توصل بطريقة هينة، والشعب مخدوم. الحماني الحماني هو من الشعب الحماني، هيك مضيافين. ومنشوف في كتير محلات فتحت بالسوق، مطاعم، جاست هاوسز عم ينشطوا، في اوتيلات، بالمبدا فيها كل شيء، ومن سنه لسنه عم تكون انشط سياحيا. أنطوان يعطيك الف عافيه، شرفنا فيك، وثانك يو على طلتك معنا. خلصنا عند الكرازات وعملنا مشوار هلا هون شوي لمنظمين اليوم تبع الكرز، مشوار بعيد عملناه لهون نسبيا نحن كاعلام، لانه معنا معدات، نحن 11 شخص اوكي، وعندنا معدات وزنا كيلويات، ولكن بعد هذا المشوار الحلو اكيد بحمانة، حلوه كزر هيك بزوريب بحمانة بين الشجرات لنوصل على السوق، فقررنا دغري نقلع مع ريفرشمنت، بدنا نشرب شيء من بعد هالمشوار بهيدي صيفية، خلينا نقول بآخر الربيع، لأنه قلعنا بالصيف بقوة الهيئة، ف
فاليوم يمكن طقس احسن شوي من الايام اللي قبل، بس لا شك انه شوب بحمانة ولكن رائع، هوايات حمانة بياخذوا العقل. بدنا نبلش مع كريستي بعقليني وهالمشروع الزغطور، هي بدها تشربنا الكرز. كريستي اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم انتم بحمانة. هلا انتم دغري على المدخل، خلينا نقول المدخل الوراني من حمانة، حاطين عم تعملوا عصير للتشاري. صح، هيدا فريش جوس تشاري انكلودينج فيو سمول اماونت الكول، وفي باشن فروت للي ما بحب الالكول فيرجن، مع موني كمان في جريب فروت جوس وتشاري جوس كمان بلا الكول. رح شاربكم انا من الاثنين. اوكي يلا. هيدي تشاري بس ولا حاطين فيها شغلات ثانيه؟ لا هيدي تشاري بس، عاملين اشياء غير لحتى ما بحب تشاري، بس هي السيجنتشر تبع المحل داخلها بس تشاري. اوكي هيدي لكن عصير الكرز. دو واعطينا رأيك. هزوقك. بدأ. بدأ ايه اكيد. طبعا كتير طيبة. مش معقول الكرز شو فيه شغلات نعمل منها. وهيدا اول مرة بشرب باي ذا واي عصير كرز. عملنا اشياء مع الكول اشياء بلا الكول لحتى اللي بيشرب الكول. صحيح. لحتى الكبار والصغار. تناسب بالضبط. صح لكل العالم. لانه بعد. الجمهور يلي بيجي على حمانة بهيدا الوقت من السنة هو جمهور متنوع من كل لبنان ومن كل فئات العمرية. هيدي شو؟ هيدي السيجنتشر. هيدي فيها الكول؟ يس. يلا تشيز تشيز لكم كل التوفيق. وهلا بدي اعرفكم على مدير عام وزاره الزراعه استاذ او المهندس لويس لحود. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك ويعطيك الف عافيه. اليوم حضرتكم راعيين لهذا هيدا اليوم بوجودكم طبعا وباهتمامكم، لانه بعرف انه الكرز هو من المواسم الممتازه والجيده ويلي لها صيت كثير حلو من لبنان، داخل لبنان وبرات لبنان. صحيح. بدي حي من حمينا مزارعين كرز بحمينا وبكل لبنان. هالمنتج يحترم النوعية والمواصفات عم بيقدر يكون دائما مميز بالاسواق المحلية والاسواق الخارجية، وادعي الانتشار اللبناني بكل دول العالم لتشجيع استهلاك الكرز اللبناني، انه بتشجيعهم بخلوا المزارع بارضه، بداخلوا العمل الصعبة، بيساعدوا المزارع على تخطي الايام الصعبه اللي عم بعيشها من جراء الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه. الكرز اللبناني يصدر لبرا عم بتصدر عده دول، عنده نوعيه وعنده مواصفات، واثبت المزارع اللبناني انه عم بيقدر ببيض وجه لبنان وببيض وجه القطاع الزراعي بتصديره لهالمنتج. عظيم. كمان بالسوق المحلي الكرز اللبناني هو بدون اي منازع، وهون نحن معالي وزير الزراعه وجه عده كتب للأجهزة الأمنية والقضائية لحماية الأراء المواسم الزراعية من التهريب، المنتجات الغير لبنانية عم تيجي على الأسواق المحلية. هذه شغلة مهمة طبعا. طيب سؤال، موسم الزراعة السنة يعني الطقس عم يتقلب كتير وصار عندنا شيء غريب يمكن مش هيدا التغير المناخي الموجود بكل أنحاء العالم. صحيح. أدى أثر علينا بمحل بالقطاع. برؤيتنا بوزارة الزراعة عم نوجه المزارعين لزراعات قابلة للتغير المناخي. عم نشوف انه الحراره عم ترتفع بشكل مفاجئ، بتخفض بشكل مفاجئ. يوم اول شيء بدك تشتغل على موضوع الري، تكون محضر اكثر للري، بدك تشتغل اكثر على موضوع تقدر تحمي المزارع من هالحراره المرتفعه، خاصه المنتج مش معود على الحراره المرتفعه. هلا في منتجات قابله للحرارات المرتفعه. ثلاثه، بدنا نتوجه على زراعات قادرة أكثر تتكيف مع التغير المناخي، يعني انخفاض وارتفاع الحرارة بشكل مفاجئ ودايم بدون أي تحضير. طيب شكرا لك كثير وبالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله يكون هيك موسم حلو وصيفية حلوة عليكم على جميع المزارعين. أنا بدي أتمنى لكل المواسم الزراعية، هلا بلشت المواسم كلها تكون مواسم مباركة، لأنه هيدا المزارع تعب كل السنة وهلا صار وقت الحصاد. كل التوفيق. شكرا لك. يعطيك العافية. مرة جديدة كمان هيدي السنة بدنا نطل عند ملك المربى بسوق حمانة مارون. مارون اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. شو نحن ما نتشكرك يعني السنة الماضية ما تتخيل، يعني ما استفدنا بلحظتها، بس عن جد كل السنة كانوا الناس عم يقول شفناكم على الجديد، ملنا ندوق هالمربى. وهالسنة كمان زدنا كومبوت الكرز، تشيري صوص اوكي، وعصير الكرز.
حلو فضل هيدي جديده ايه بدنا ندوق هلا خلينا نخبر شوي الناس تيبس عن شو معنات مربى شو معنات كومبوت مربى الكرز هو حبي حبي منقى مقطفينه من جنيناتنا الرشه السحريه طبعا حمينا يلي كلهم كانوا عم يسالوا عنا وهلا بدك تدوق بدي ادوقنا ما في يلا بدك تدوق من الاول اول ما وصلت اول بدك تدوق ويلكم تو حمانة شاري وحش اوكي في شراب شو في شغلات جديده السنه هيك فينا نقول جديده عن السنه اللي قبل يعني عملنا صوص هيدا صوص ما تتخيل شو مطلوب صوص الكرز يلي هو بينعمل مع الكباب يعني بتجهز الكباب هيدا صوص تبع الكباب هيدا صوص تبع الكباب لحمه مفرومه ناعمه بصله بهارات خفيفه تبع الكباب تقلي على النار وبتطفي بصوص الكرز اهلا وسهلا بحمانة أنا وماري انتبهت إنه في بصة كرز هون وانتبهت إنه في كرز لونه أصفر ما عرفته ولا مرة شفته على الشجرة مشان هيك جينا لعند جوزيف متا وصلوا جوزيف هلا أهلا وسهلا فيكم كيفكم يعطيكم العافية الله يعافيك حبيبي شو هالألوان الحلوة وإن شاء الله هالموسم كان مثل ما بدكم والله الحمد لله الحمد لله الإقبال قوي وكل سنة عن سنة عم بتكون أقوى وأقوى والشجر كان حامل مثل ما بدكم الشجر في هيك وفي هيك بس إنه شجر حمانة معروف التربة عندنا غير شكل تحمل الكرزة طيبة صحيح صالونج حضرتك مهندسة زراعية صح؟ ايه طيب خبرينا الموسم السنة إذا بدنا نقيمه على على مستوى نوعيته قد ايه نجح قد ايه حامل الشجر شو بنقول؟ لا المستوى منيح مثل كل سنة هلا أكيد التقس بيساعد أوقات إذا كان كتير شوب ممكن إنه يطلع الكرز غير بس إنه اللي بالإجمال كتير كتير منيح المستوى عظيم طيب سؤال لك فضل. شو معناتك هيدا الكرز الأصفر؟ هيدا الكرز كم الأصفر كم نوع عنا هون؟ هيدا جاي خصوصي هيدا من برا هيدي نحن هون طعمناها طعمناها إذا بتحب تدوق أكيد طعمتها مثل السكر كتير طيبة هيدا كتير بحبوه العالم مميز شجرة مميزة كتير بتطلع هلا أول موسم هيدي كتير طعمتها طيبة مطعمة بين الأحمر وبين ال أوكي قريبة لل قريبة طعمتها للمشة للمشة يعطيكم ألف عافية شكرا كتير وكل التوفيق إن شاء الله كل مواسم تكون حلوة عليكم يا رب خليكم وحمينا للجميع أهلا وسهلا فيكم أكيد لا شك طول عمرك جينا على السوق وما دغري شلنا بيتزا الكرز وخبرناكم عن طعمتها الرائعة يلي بس موجودة لحد هلأ بحمينا عرفتن عليها السنة الماضية ودرجع أذكركم بباسل باسل بارمكير باسل حبيب قلبي يعطيكم ألف عافية خلينا نعيد للمشاهدين انه هي خبريتها جدا بسيطه مشاهدينا هي الكرزه يعني الكرز بيستعملوا شفتوا كيف بحطوا تشري حبه كرز عليه وصوص الكرز صوص العاده تبع الكرز بحطوه هو بدل الصوص البيتزا طبعا بطريقتهم وكل حدا بحب يعملها بطريقته هو بس كرز شرز على الحله جبنه وكرز وعجينه الكرز بنطحنه مثل ما هو بنحط عليه الجبنه وحبه الكرز يلي هي كاملة بلا البذرة تبعها هلا في شغلة جديدة السنة كأني انتبهت لها البرجر عندي التشيرجر يلي هي تشيري برجر تشيري برجر أنا عامل لك التشيري برجر مؤلفة من شو هي؟ هي الباتي ليتل بيت اوف مايونيز على التو سايدز والكرز مع مع الموتزاريلا تشيز الهواء لك يلا شوفوا لي هذا المنظر هيدا من كرز هيدي السنة سوري بس اللي عم حط الميكروفون لأنه الصوت قوي أول شيء بدي أعتذر منكم مشاهدينا يمكن صوتنا شوي رح يكون واطي هيدي برجر بس لهيدا اليوم هيدي بس اليوم كل شيء تشاري بنعمله بس اليوم أوكي. طيب هدي لها الميكروفون هذا الميكروفون قادرين لقيه يا
منيحة. البيتزا أطيب. منيحة. غريبة. البيتزا أطيب لأنه فيها العجين، فيها يعني بتساعد. نحن مش معودين كثير على هذا الموضوع. بازل، هيدي كانت بيتزا الكرز وبرجر الكرز. كمان شغلة جديدة هيدي السنة تعلمناها اللي هي برجر، شو قلنا اسمها؟ شرجر. شرجر اللي هي برجر الكرز. منيحة ممتازة، بس بقلكم البيتزا أطيب. باسل تانكيو كثير، كل لك ذوق وكل التوفيق. يعني اللي يصير معي بالكرز اليوم مثل ما بيقولوا، كمان هلا اجى وقت ندوق. شو اول مره بتنزل؟ شو بوزه الفروزن يوغرت على تشيري من عند تو يلي هي كلها about you. يلا دعالي. هيدي بعد ما حدا عملها، لانه نحن الشاب اللبناني الطموح دائما بنخترع وبنطور وبيطلع منا باذن الله. يعني عملته بوزه من لبن مع الكرز. هيدا كرز من حمانه جايبينه، اعطاها هالسنه من ايطاليا هيدا، بس مستوحي من حبنا لحمانه ولاهل حمانه ولضيوف حمانه. يلا فرجينا حبيب القلب لعيونك. يلا صح. وانا شرفتنا حبيب القلب. حبيب القلب صورنا معه. صورونا معه بليز. قال لي عزاد رأيك. قال لي صح طيب. يلبقوا مع بعض صراحة. مين بالمين كمان اكتشاف جديد كتير 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 من نوعه. انا مشرف من قبل اذا مذكرين مشاهدينا باهدم كومباك الكرز بحطوه بكاس العرق العادي، ولكن هون عند جوزيف سيسيل لا، عملوا اختراعات. العرق من اكثر من نكهه او فليفر، بيناتهم الكرز اكيد هن موجودين بموسم الكرز. ولكن جوزيف عم شوف عفريز عرق، عفريز عرق على نعنع، عرق على شو هاي؟ على توت. على توت. على خروب. على خروب. يا زلمه وين طالعين معك على الوقت؟ نحن حبينا نوصل العرق لكل العالم. نعم. عندنا ناس هلا بتحب شيء على شيء، بس ما حدا عم يفل الا لما يكون حابب شيء. طيب يلا خلينا ندوق دوقنا. ليك الخبريه شو من القطاره من التقطير بتبلشوا فيها هيك ولا بتضيفوا النكهه بعد ما تعمل العرق؟ نحن بنعمل خلطتين. بنعمل العرق، عندنا العرق كمان طبيعي يلي هو عرق 100%. اوكي. وعندنا يلي بتاع معتق، وعندنا العرق هيدا بنعمل خلطه خاصه كمان، بنرجع نخلطهم مع بعض وبنعمله. اوكي. مزيج خلط. يعني ببلشوا بالاساسي وبترجعوا بتخلطوا. هيدا عرق شو؟ هيدي على الكرز. على الكرز. ليك توقعت انه اعمل رد فعل مش كثير طيب، الا يكون مستحي منك كيف بدي اقول لك انه هي مقبوله، بس بيلبقوا مع بعض. طيب للي بحب العرق وبطعمة الحلاوة اللي فيه على القليل الكرز، ما بدي جامل، ممتاز. هيدا رح اغير لك اياها على الماكسيموم. هيدا شوي حامض، هيدا لايم ومنت. لايم ومنت حامض ونعنع على كده. خلينا بس كمان ننسى هذيك الطعمة. حبيت كرز اكثر. اوكي. تبقى طعمه ايه، بس سعر الكرز عن جد بيلبق مع العرق. هذا غير شيء. هذا شبابي اكثر هيك. تحس خرج بحر. هذا شو؟ هيدا على توت. انا فاصقره عنده انا دور على دور.
بروح على البيت بدك كم وحده. ايه خليني ليك بعد بدي وحده ما لانه عندنا حلقه ما هذا عم غير شيء. هيدي بتهدى غير خروب. هيدي قصه بتهدى غير مطرح خروب. اوكي مشاهدينا درس خروب مع حرق ليك والله خلطه غريبه. انتو مجانين كمان حلو يعطيكم الف عافيه مشاهدينا عم تشوفوا قد ايه عم نكتشف اكتشافات حلوه. بعتذر عن الصوت بس سبيكرات ورانا وما راح نضيع الموسيقى على الناس. دايما كل التوفيق. يلا كملوا معنا. اوكي هلا وصل دور اعرفكم على ميريام اللي هي بنتها لسوزان. هلو ميريام. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. هيدي الجنينه كنا عندكم صبح على مزبوط. واجا دور كمان نجي نخبر عن البرودكتس اللي انتم بتعملوها من الجنينه. اوكي انا رح اعرفكم على البرودكتس اللي عندنا. اول شيء عندنا تشيري باربيكيو صوص اللي هي السبيشالتي تبعنا، ما حدا غيرنا بيعمل مثلها. هوم ميد اورجانيك، بتتاكل مع اللحمه مع الدجاج دب مع التشيبس مثل ما شايفين هون. تفضل. ايه اهلا وسهلا. هو باربيكيو مع الكرز فانه بتعطي سويت اند ساور تيست يعني. وعن جد في ناس بتحبها مع كل شيء، سبرينج رولز، سمك، شو ما يخطر على بالك بيمشي معها. عندنا كمان المربى والكومبوت كله من الكرزات تبع جنينتنا مثل ما قطعته قبل وشفته، كل حبه كثير كبيره وبتجنن. وعندنا نيو برودكت جديد عم ننزله هلا اللي هو خلطه بين الكرز والنعنع، كثير ريفرشينج فيري سويت، بتاكل مع بوزه على وجه الكاتو، ما حيلا شيء بيطلع على بالكم. فهيك وهدول البرودكتس تبعنا واهلا وسهلا فيكم. هيدي جديده سمع. هيدي جديده مزبوط. ذوقنا واعطينا رايك. بنت تشاري. اوكي انا كل واحد شيء يعني، عندك هون مع حلو هون مع ماليا تنلبي جميع الاذواق. صح بالضبط. انا بحب فيكم انه دائما عم تجربوا تطوروا طعمات جديده. هيدا قصه الباربيكيو على طول عم نجرب نعمل شيء جديد للناس تتحمس اكثر وتجي لعنا وتذوق. ونحن بندعيكم كمان على حمانا وعلى جنينتنا تتجوا كل سنه في برودكت جديد ان الله راض وناطرينكم. ميريام علي عليه مقوى منك سوزان. اوكي تقوم ميريام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هلا مع كارمن. إيه؟ كارمن مش مخليه شيء، مش عامله فيه شغلات بالكرز انت. إيه؟ صح. اوكي هيدي كباب السنيح. اوكي كباب السنيح حشينا لحمه وبصل وحاطين لها كمان صوص الكرز بقلبها. وهول تارت. تارت تارت كمان بمربى الكرز. بمربى الكرز بنحط لهم كرز على وشهم. هيدا تارت الكرز. اوكي اسم الكريم جوسلين. جوسلين يا هلا. نعم. هيدي شو؟ هي طبولي. آه. بكرز. هيدا كرز حمينا يعني. هيدا طبعا هذا لازم يكون طازه. كرز مش حتى اكيد حتى البقدونس كمان شغل الضيعه من عنا. من يعطيكم الف عافيه. برافو. كمان مكملين الكباب المخبرينكم عنه من قبل، كباب العادي مع الرز، كباب الكرز. صحيح. لك حلوين الوان، اول مره بشوف هيدا الكباب. كبه جزر. جزر محشيه خضرة. دوقني تبع الكرز لشو بما انه صرت مدمن كرز انا. اهلا وسهلا. محشية سنوبر وناتس. اوكي فرجيهم فيزا الكاميرا. انا عم كون عم دوق. اوكي كل كرز بالطريقة الحمانية. كل شيء كرز فيه ومسقى بصوص الكرز. يعني كتير مويست. اوكي عم جرب دقلكم مشاهدين بس نقلكم الطعمة. صدقا مش فجع موجوع. ممتاز. برافو. ألف صحة. رائع. ألف صحة. صراحة بيلبق كتير الكرز مع كمان حسيته قريب للبراونيز أو شيء هيك. الكيك هو فلافي كيك. أوكي أنه مثل حسيته براوني على على كرز. على كل يعطيكم ألف عافية. صبايا مرحبا. يعطيكم ألف عافية. ثانك يو. شو عندكم؟ هون عنا أكيد ولا مرة بحدا سمع فيها لازانيا مع كرز. كمان بدك تدوق كمان. وهون عامله كبه مع فتة وكرز. ماما كبه. رح افرجيك كيف هودي اختراعاتكم.
اختراعاتنا. هون انا عامله صوص الكرز بغليه مع سكر وقرفه. هون كيف عم نسكب هون الفته، الفته بنعمل نحن الميكس تبع تشيز مع الكب كابس مع الصوص عليها. هي بتكون فيوجن بين ساور اند سويت. حلو حلو. واللازانيا ليش هي سبيشل؟ لانه بطبخ التشيري وبحطه بقلبها كمان. اوكي بدنا نبدل انا وياك. انا وياك انت بونجور. اهلا وسهلا فيكم بمهرجان الكرز. قل رايك. رايي ممتاز، يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير. طيب كثير لازانيا كثير مبينه انه باينين موهوبين بالاكل. اهلا وسهلا بالجديد، نورتونا. منير قدمان، اهلا وسهلا فيك صديق عزيز انت والعائله. طالع بسال، كنت مزارعين الكرز هون، الطقس الغريب السنه اثر على النحل ايجابا ام سلبا؟ ليك الطقس مرتبط كثير بانتاج النحل، كل ضيعه وكل طبيعه ولا خصوصياتها، فانا ما فيي جاوب عن كل طبيعه لبنان لانه كل منطقه ولا خصوصيتها بانتاج العسل. فانا بجاوبك بشكل عام، كان الموسم منيح، مش عالي بس كان مقبول. كان مقبول. كل التوفيق حبيب قلبي. ما صرت شوف تكون عم امروا عن كل حدا، نحكي كلمتين كلمتين. شكرا لكم. ايضا وايضا وايضا فكره جديده مع استاذ عادل شويري يلي عنده كمان مزرعه بحمانه هون او عنده بستان، وكمان عم نشوف الكرز يلي موجود عندك. كيف الموسم كان عادل؟ الموسم كثير منيح. الموسم مأخر شوي، الموسم اجت البردة ضربته، بس الحمد لله الموسم كتير عظيم. طيب هلا في شيء مبتكر جديد عندك يا انت اسمه ساندويشة كباب. ساندويشة كباب مع صوص خلطة سحرية من عند مارون ام الدنيا. مارون يلا عرفنا مارون عليك. اللي عرفته عليه هونيك. يلا اعطونا ساندويشة يا شباب انا ليكل. ايش وقتك ساندويشة كباب خلصت انتهت. ويز تشيري الصوص. واو يا شباب، يا محتلين، رائع. والله انا وافقك بالبرنامج حبيب قلبي. يعني اذا بدي لكم ولا شيء ضايفين عليها هالصوص، سندويش الكباب حمص كبيس، وزايدين عليها الكباب الطيب المحطوط له بهارات، وصوص الكرز كثير بتلبق لك، بتلبق حتى مع الحمص معه. طيبات يا ناس، برافو عليك، يلا بالتوفيق. مع الساندويشة الكباب الجديدة من نوعها عرفتكم على كتير شغلات جديدة اليوم، بلكي هيك منضيف على خزان المعلومات يلي عندكم اياه، بالاخص يلي مرتبط بالكرز. على امل تكون عجبتكم الحلقه. بدي ودعكم وقلكم هالسنه يمكن خلص المهرجان، بس ما تنسوا انه دائما تطلعوا على هذا المهرجان الاكثر من رائع يلي بتستاهل زيارته، وتكون هيك انطلاقه للصيفيه الجميله بلبنان الجميل. دائما باي باي.